نشرة أخبار القلب. كل الناس وكل اللي عم بيشوفوا نجوى كرم بهالموعد الحلو. عندي حنين إني أكون أم، وبتمنى إني يكون زوجي، بس ما في شيء على النار لحتى أقول إنه أتت الساعة. الأمنية دايما منتمناها، بس ما منخلي الوقت إنه يكون الحاجز. الوقت بيجي وحده، وإن شاء الله لما بتتم الساعة بتتم معلنة قدام كل الناس.
والناس بحبوا يعرفوا خبريات الفنان من الطقطق للسلام عليكم. كل شيء بالحياة بدك منه بده منك. الدنيا أخذ وعطى، وأنا لو كان عندي مردود معنوي من الفن وما بيبقالي مادي بالمرة، هيدا أبقالي من كل شيء تاني. فبقول إنه المادي يوم من الأيام بتوفر لك كتير إشياء، لكن إذا ما في صوت ممكن توفر لك الإشياء لمرحلة معينة بتكون مدفوع حقها، حتى بتوفر لك أصوات انتخابية، بتوفر لك تشتري أصوات يمكن، بس ما بتشتري محبة ناس. بجلي كتير منيح، بنظف البيت كتير منيح، بعمل حلويات كتير طيبة، بعض الأكلات الشرقية بعرف بعملها. نحن بلبنان مشهورين بالتبولة وبالكب الني، هو بعرف كتير منيح. آخر إشاعة كانت زواج نجوى كرم من حدا من الناس. وأنا شخصياً مع الناس بحب أتعرف على فارس الأحلام. شوف أنا متوقع شيء عجيبي، مثلاً هيك لقي يوم من الأيام أصحى من النوم لقي انخلع هالباب وفات فارس الأحلام بقى وقال لي تعي لهون خصصي لي وقت مثل ما بتخصصي وقت لفنك، وهذا الإنسان المقدام والشجاع يلي أنا بطمح أن يكون شريك حياتي.